قناة ناظور بريس دوت نت، من الناظور إلى العالم. السلام عليكم. نتشكر من برا الرائع ناظور بريس التغطية النس الحدث الجلال. باش تسلم الشيني اللي فين نبدا نلبي نداء الوطن، باش تسلم باللي يعرف انت منبع التضامن، منبع الوطنية. اصلا غنقتج على بالك الدقة هذه الحسيمة، هذه الزيزان الحسيمة، شن قارس زعما قا عارف تذم الزوار يتحسن اكيت مثلا ديال المغرب النغيعز ديال الملكة النغ عارف عماس ويفي خيت مس يتغمي عارف ديال المغرب النس المغرب ديال عارف النس. ونتشكى مارا ويد يوسين دا وش على يقين باللي مالا دقيك قسيمة انا كنكون هان تعب مع قاميون شي نصحاب النظام عنان اسمحوا لي ما درتش في العربية، ولكن ككلمة أخيرة الريف هو منبع الوطنية، منبع الرجال الأحرار، الريف مغربي هو كيعاون خوتو. وانا على يقين باللي هذه المبادره الا بقات سيمانه راه كل يوم غنعمروا كاميون، وخا بقينا شهر غنعمروا كل يوم غنبقاو نعمروا كاميون، حيت هذا ما عودنا، هذا ما يعني هذا الشيء اللي عودونا عليه الريافه. ديما ملي كتكون شي حاجه صالح البلاد ونداء الوطن كيكون هما الاولين. وشكرا لك خويا زكريا. تشكرت ساكن النظر خا المبادره هي ذلك. تبارك الله عليكم. شي نواجد الجمعيه واجد يمدو كروهان مون تشكا شركه بودرهم يساهم سي قميون نشي نقا البادرايا. تبارك الله تغزم حاضر خا المحسن مار وستاس نتغانغ مار سروسان دانيتا وتشكا يطاس كنيو الصحافه تبدا كاين غطاس انت تيزن دان النداء وتشكا كنيو غطاس. كما كتشوفوا اليوم كنقوموا بواحد المبادره انسانيه اللي صراحه جا بعد النداء ديال الاخوان ديالنا المتضررين ضحايا زلزال. زائد الحمد لله لقينا واحد الاقبال كبير من شباب ديال الناظور والعائلات ديال مدينه الناظور ومن المغرب كامل تجاوبوا مع هذه الحمله الانسانيه. كنشكروا جميع الجمعيات اللي داروا هذا المجهود، كنشكروا جميع الناس اللي بادروا باش يتفقدوا هذه العائلات هذو، والله يرحم الناس اللي ماتوا. وشكرا للاعلام اللي كيدير واحد الخدمه كبيره باش يوصل للمعاناه ولا المساعدات اللي كيوصلوا للضحايا، وشكرا للجميع. اهلا كبير دخل كم نهار ما مشت ورم كشباب الناظور نص نهار انساهم رنشين وذا المضرين الزلزال ونيتاتين تعتبر في جن الواجب وطني. وتمني ما راي الشباب النظا ادسنا العون ولو بالقليل ولو بيد العون بركي ما مشتو راه تبارك الله يعني خاربي وسند ساهم والحوايج المواد الغذائيه الدواء، ولكن خصنا غعاد يد العون حما انا نغيمكن نشارجا كم يوثن حما اضوض باقرب وقت ان شاء الله. وعاوتاني تخفف شويه الخدمه على حسابي حرام من دابور كيزيد صعب. اجنس السلام عليكم. التحيه والاحترام داخل الوطن خارج الوطن المهم يثما اي السما مقصدهم مني قاي يثما ثنا مسكن موثن ديال الزلزال ديال نهار اثنين جمعه مقصدهم ميقات ما مشت توارا من نهار اجن المبادره ثاني تاع الاخوان مخير الساهم. تمني ان شاء الله وني خصنا ديال سيدي الساهم قا ثاني خويا محمد ناظور بريس. التحيه خويا محمد ناظور بريس بعدا يتشرف انا بعدا قومي ثما مرة من التورم داني تا الحمد لله كتو فوس كفوس يعني مقصد مني شجع قد تصم دي بارا وفين من غشان. المهم الحمد لله المنطقة نعرف كيشن مشهود وتمني غوم ان شاء الله مرة الحضور وما يثما قام ولاد ابراهيم غسوق ولاد ابراهيم مقذيب مرحبا بكم والف مرحبا والتحية والاحترام مرة يتساهمان
وشكرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم والتحيه والاحترام. السلام عليكم ميثمان، نتمنى لك كثير كنيو مليح كنيو مليح يا ميثمان مزيغان. المهم مشتوره من نهار المبادره قلت الجمعيه الرابطه الشباب من خيرات الشباب نتمنى نهار صفح نغطس ونفحها كي نصوت التصريم يتوارى عاد شويه نتفوت دين تناغ الشباب جاره سنت معاونان في حرامين سمح ندير خذي من سنت شي يسمح لي تغوري الناس يعني تقيس فرحة الطاس ونتمنى ان شاء الله يعني حرام نغد نفوز فوز كفوز بوركي تقى ان شاء الله تقى يخسان توارى الطاس في ماث النغ وتغيمي بور حسد جاره ناغ ماني ما غتف مشى المبادره بنادم هذه تا هذه التاس هذه تا هذه التاس حدرينا وتواري ما مش ونتمنى ان شاء الله يا رب العالمين تشافي ماري نيرشن لاني مذن يا حمسي ضارب العالمين والحمد لله قال يتجر خاضي تعاوننا الريف النغ الحمد لله قشقه مش توارى مرخو خويا محمد توارى مش هذه قابل البركه دقه قزق النضوه ونشي القشقه وتجيبوا يعني شي القانون سده وما عايز نقف وسنغ كي يثمثنا وتتازي الفنانين للمسؤولين تنديتنا النظر انا نيثني واخا تيري وغام بوك الجمعيات ني غدوينات بنا ما ديك فوس الناس تواري ماشي هذيك ستوري الناس مرتو غدا فات شوت نيودان ني غد شمالطات شمعرض في سبيل الله بنا مخصدي سيري شوت نار الرحمة يا ثما شوت نار الرحمة شوت الإنسانية وتقضي كني ودا وميقابي البركة وتشكاري. السلام عليكم. اولا كنت متعزيه الناس اللي ماتوا الله يرحمهم ويرحم جميع امتنا واموت المسلمين والله يشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين. احنا كرابطه الشباب من اجل التنميه والتضامن درنا واحد الحمله كنديروا فيها الحوايج الاغطيه الادويه اي حاجه كيحتاجوها هكا خفيفه كيجيبوها الناس هنايا وكيساهموا معنا تبارك الله كاين واحد الاقبال كبير والله يجازي كل واحد دار هذا الخير الله يتقبل ان شاء الله والسلام عليكم. اول حاجه كنبغي نوجه واحد تعزيه للناس اللي ماتوا لهم الاسر ديالهم وبالنسبه للناس اللي مازال مرض كنتمنوا لهم الشفاء العاجل. كما كتشوفوا اليوم حنايا في الناظور وكما كتشوفوا الشباب مازال مقبلين من البارح ومازال يعني مقبلين على المساعده سواء بنادم اللي كيعاون باليد ولا كيجيب المؤن كيجيب الحوايج يعني واحد الحاجه اللي كتخلينا نطمنوا انه مازال الخير في هذه البلاد ومازال الشعب للشعب ديالو مازال يعني واحد الحاجه اللي ما نقدرش نوصفها والله جانا واحد التوتر جانا واحد احساس غريب بزاف ملي كتشوف دراري صغار كبار كيبغيو يعاونوا بالقليل ولا بالكثير وكنتمنوا ان شاء الله الخير والله يرفع علينا هذا البلاء ان شاء الله. انا لي